هنشوف مع بعض المسلز اوف الارم، عضلات اللي بتبقى موجوده عندي او مغطيه لعضله الهيومرس، منطقه الارم او منطقه البريك. في منطقه الارم بشوف معايا كرينيالي، عضله موجوده كرينيالي اهي، يعني عن الكرينيال اسبكت بتاع عظمه الهيومرس، عضله اسمها ايه؟ اسمها البايسبس براكياي مسل. العضله دي بتاخد الاورجن بتاعها من السوبرا جلينوي تيوبيركل اوف سكابولا، وبتنتهي عند الراديال تيوبريستي اوف عظمه الريديس، البايسبس براكياي مسل. بيقول لي كمان ان العضله دي بتنتهي، العضله دي اهي برضو من ناحيه الميديال، دي كده من ناحيه اللاترال اهي، وهنا من ناحيه الميديال اهي برضو العضله باينه معايا اهي. من ضمن الانسرشن بتاعها انها بتنتهي بالتندون ده، بيبقى موجود على عضله الاكستنسور كارباير دياليز، هنشوفها مع بعض في عضلات الفور ارم، بيروح يتحد مع التندون بتاع الاكستنسور كارباير دياليز مصر، تندون اسمه اللاسيريتاس فايبروزاس تندون، بيمثل برضه من ضمن الانسرشن للبايسبس براكياي مصر اللي هو اللاسيريتاس فايبروزاس تندون. يبقى ادي العضله اهي من ناحيه اللاترال، وادي العضله من ناحيه الميديال اسمها البايسبس براكياي مصر. هشوف ايه تاني معايا، هنشوف عندي عضله اسمها البراكياليز مصر، عضله اسمها البراكياليز مصر. البراكياليز مصر دي بتاخد الاورجن بتاعها من البروكسيمال ثيرد اوف الكودال سيرفيس اوف الهيومرس، وبتملى معايا، بتعمل اوكيوباين للمسكول سبايرال جروف الموجود على عظمه الهيومرس لاترالي، وتروح تعمل انسرشن على الميديال سيرفيس اوف الريديس اوف ايه الريديس. دي البراكياليز مصر، ده الجزء اللي باين منها من غير ما اشيل اي عضله تانية. لما اجي اعمل ريفليكشن للعضله دي هقول هذكر اسمها كمان شويه، بشوف بقيه العضله بتاعت البراكياليز مصر الواضحه قدامي، دي البراكياليز مصر. احنا قلنا البايسبس براكياي وقلنا البراكياليز مصر. بعد كده بناخد عضله اسمها ترايسبس براكياي مصر، ترايسبس براكياي مصر يعني عضله لها ثلاثة هيد او ثلاث رؤوس او ثلاث اجزاء. عباره عندي عن ايه الاجزاء دي؟ عندي جزء كبير وده اكبر جزء في الثلاث اجزاء اللي هنقولهم، مثلث الشكل اهو، ده كله بقول عليها اللونج هيد اوف ترايسبس براكياي مصر، اللونج هيد اوف ترايسبس براكياي مصر، ودي بتاخد الاورجن بتاعها من الكودال بوردر اوف سكابولا، كودال بوردر اوف سكابولا، وتروح تنتهي عندي عند الاولوكرانون تيوبريستي اوف الالب، عند الاولوكرانون تيوبريستي اوف الالب. دي اللونج هيد اوف ترايسبس براكياي. انا كده على اللاترال اسبكت او على الناحيه اللاترال. على الناحيه اللاترال برضو بيبقى في جزء تاني من عضله الترايسبس اللي هو الجزء اللاترال، فبقول عليه اللاترال بارت اوف ترايسبس براكياي مصر. يبقى دي اللونج هيد لمثلثه شكل كبيره، اما الكوادريلاترال بارت ده بقول عليه اللاترال هيد اوف الترايسبس براكياي مصر. طب ياخد الاورجن بتاعه من عند الدلتويد تيوبريستي اوف الهيومرس، وبيروح ينتهي في نفس انتهاء ما هي كلها تعتبر عضله واحده عند الاولوكرانون تيوبريستي بتاع القلب. الاولوكرانون تيوبريستي ايه اوف القلب. دي بالنسبه لي اللاترال بارت اوف الترايسبس براكياي مصر. طب لما يكون اقلب العينه عندي على الميديال زي ما احنا شايفين، هي هنشوف هنا كده لما اجي ابص على الميديال، على الميديال بشوف اللونج هيد برضو المثلث الشكل، يبقى ادي اللونج هيد على اللاترال اللي هو فيه المشرط ده، دي اللونج هيد على اللاترال، وادي اللونج هيد على الميديال، يعني هشوف اللونج هيد من الميديال واللاترال. اما اللاترال بارت هشوفه لاترال فقط لانه لاترال، الميديال بارت هشوفه على الميديال فقط. يبقى دي عباره عندي عن الميديال بارت اوف الترايسبس براكياي مصر او الميديال هيد اوف الترايسبس براكياي مصر. تاخد الاورجن بتاع من الميديال سيرفيس بتاع الهيومرس، وتنتهي مع اللاترال واللونج هيد عند الاولوكرانون تيوبريستي اوف القلب. دي الاجزاء بتاعه الترايسبس براكياي مصر. بعد كده في عندي عضله اسمها التنسور فاشيا انتي براكياي، عضله اسمها ايه؟ التنسور فاشيا انتي براكياي، العضله بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. لها لونج هيد ولها ترانسفيرس هيد، بنشبهها مجازا يعني بتبقى شبه المغرفه كده، شبه المغرفه، لها ايد ولها قلب. التنسور فاشيا انتي براكياي بسميها كده لانها تاخد او بتعمل تنس الفاشيا
او بتاخد الاورجن بتاعها هنا من الفاشيه كفرنج ترايسبس براكياي، وبتاخد الاورجن بتاعها برده من الكودال بوردر بتاعه الاسكابولا، وتروح تعمل انسرشن على الفاشيه كفرنج الفور ارم، تعمل انسرشن عند منطقه الفور ارم. العضله دي اسمها تنسور فاشيه انتي براكياي، تنسور فاشيه انتي براكياي مصر. من ضمن الاستراكشر اللي هنشوفها برده على عينه واحنا على الميديال، في عندي لينف نود هنا بقول عليها البروبر اكزيلري لينف نود، بروبر اكزيلري لينف نود تبقى موجوده جنب الاكزيلري ارتري، هندرسه مع بعض في البلاد سبلاي. بروبر اكزيلري لينف نود، هنشوف لينف نود ثانيه هنا اهي بقول عليها الكيوبيتال لينف نود جنب البايسبس براكياي هنا، اسمها الكيوبيتال لينف نود، بشوفها دي بتبقى موجوده في الهورس كيوبيتال لينف نود. نستخلص العضلات بسرعه، يبقى عضلات الارم بايسبس براكياي، بايسبس براكياي مصل، براكيالز مصل، براكيالز مصل، ترايسبس براكياي مصل، لونج هيد اوف ترايسبس براكياي، لاترال هيد اوف ترايسبس براكياي، والميديال هيد اوف ترايسبس براكياي نشوفها على الميديال، وهشوف برده اللونج هيد من ناحيه الميديال. وبعد كده معايا عضله اللي هي تنسور فاشيا انتي براكياي مصل، بروبر اكزيلاري لينف نود والكيوبيتال لينف نود. بالنسبه ان شاء الله للاورجن والانسرشن والاكشن بتاع العضلات اللي ذكرناها هنشوفه في الجدول التالي.